لقاء الدور الأول. حضراتكم طبعا تابعته، كان أول لقاءات للفارس الأبيض هذا الموسم، وانتهى بفوز كبير وعريض في سداسية مقابل هدف وحيد. هو سمعنا محمد شعبان ما خدش فرصة كبيرة، ولكن النهاردة بيلعب اللقاء رقم 9، سيطرة، معنويات، وأبطال أبطال الدوري هذا الموسم قدام حضراتكم بيصولوا ويقولوا، والنتيجة الرقمية تشير إلى تقدمهم بهدف في الدقيقة 12. كرة هات وخد، وتقدم في الجبهة اليسرى عند أحمد سمير، هذه العرضية حلوة، جول جول.